عن أي سلطنة يتحدثون وخزينة بيت المال خاوية؟ عن أي سلطنة يتحدثون والغزاة طامعون فينا وهم لاهون عنهم؟ عن أي سلطنة يتحدثون والناس يدعون عليهم في الشوارع لقسوتهم وجبروتهم؟ سلاح لم يتم تطويره منذ زمن، فقر يملأ الطرقات، فساد يعم البلاد. عن أي سلطنة يتحدثون؟ وهل يرضى هؤلاء الذهاب للحرب دون لحم وراتب وقماش؟ ماذا تريد أن تفعل بي يا شيخي؟ أنا أضمنهم لك برقبتي. نعم الضامن أنت يا شيخي، لكنك لا تعرفهم. الخيانة عند بعضهم كالماء والهواء. سيحلفون لك على المصحف الشريف ألا يخونوك وأن يكونوا إلى جانبك في المحن والشدائد. سيحلفون؟ وألا يظلموا الرعية، ذلك هو الأهم. وسأعلن كيف تسلمت البلاد وفي أي حال، إلى أن يحين وقت الحساب فنتحاسب جميعا. هذه هي شروطي، والله المستعان. كما تشاء. هذه الرسالة ممهورة بختم والد الخليفة بالنيابة عن الخليفة حفظه الله وأعاده سالما، تفوضك أن تكون السلطان على مصر وتوابعها.